قامت بعثة مكونة من وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بزيارة الإقليم جيرا، وذلك بهدف الوقوف على سير عمل المشاريع الزراعية بالإقليم ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها. تقرير بحر الدين عبد الشافي. إن البعثة الوزارية المكلفة بالإنتاج الزراعي المشتركة بين وزارة الزراعة والمعدات الزراعية ينظمان حملة توعية بمدينة مونغو حاضرة إقليم جيرا، وذلك بهدف تحديد مشروع النظام الزراعي في تشاد. وكان في استقبال الوفد الزراعي الأمين العام بإقليم جيرا جيرباي جينغامنييل الذي مثل حاكم الإقليم هذا، فإن أعضاء البعثة أقاموا بهذه الزيارة الميدانية من أجل شرح الأسباب وأهداف المشروع الذي يعد الرابعة من نوعه في هذه المنطقة منذ بداية انطلاقة مشروع تطوير النظام الزراعي في تشاد منذ عام 2015، حيث اجتمع شركاء الصندوق الدولي وأعضاء الوزارة المعنية بالزراعة من أجل تحديد طرق آليات كفيلة لتنفيذ أنشطة المشروع. كما أن مشروع تطوير النظام الزراعي في تشاد هو مشروع أعدته الحكومة التشادية، ويتم دعمها من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنظيم مشروع الرقابة في إقليم جيرا ومقاطعتي فتر والدبابة. ترأس منسق برنامج بيرت التابع لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عثمان محمد صالح الأنشطة التي نظمها البرنامج بمدينة ماسيني حضرة شري بكرمي. ثريا محمد. مواصلة لنشاطات وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج البيطري، برنامج توسيع البنية التحتية للأعمال البيطرية الريفي نظم ورشة تدريبية لمراكز الخدمات البيطرية وتشميل باشيروما وكاراسكا بإقليم شاري باقرمي، وذلك بمدينة ماسينياء. بعد كلمة الترحيب من قبل المندوب التنمية الإقليمي منسق البرنامج عثمان محمد صالح، تطرق إلى الهدف من إقامة برنامج بيرت، علما بأن هذا البرنامج يشمل 11 إقليما بالبلاد. هنا كمشروع بيرت نخدمه في ميدان البنى التحتية الريفية والرئوية، عشان ده لقينا تمويل من البنك الإفريقي للتنمية، كما قولوا مشروع بنادو بيرت، وهسا عندنا 5 سنوات والمولين يعني يكون تقريبا 8 مليار هنا فرانك صفار. من التمويلات ده ان شاء الله نبنوا بيار ونبنوا رهود عن البهايم ونخدموا في المراحل. أما حاكم الإقليم أمبور جورجي مايدو فقد أشاد بالأعمال البيطرية العديدة التي يقدمها البرنامج بإقليم شاري باقرمي أملا في تطوير المنطقة وتقدمها، وهذا بدوره يعتبر تحقيقا لرغبات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فيما يختص بتطوير الريف وإزدهاره. كما شكر البنك العالمي للتنمية على نفقاته المالية لجميع الخدمات البيطرية بالأقاليم سابقة الذكر، وقد خرج المنتدون بتوصيات ومطالب تدخل في صميم تطوير الأعمال البيطرية. شهد حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمدو أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح رجال الدرك الوطني حول الأمن. المناسبة كانت بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين عبد الرحمن آدم رحمة وقراءة عائشة أحمد. قرابة 40 من أفراد الدرك الوطني التابعون لإقليم البحيرة هم من تلقوا تدريبات عبر الورشة التي أقامتها منظمة جوجينتا المكلفة بالأمن العام في الإقليم، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تلقى المشاركون خلال 3 أسابيع عدة مواضيع مهمة من أبرزها أمن وسلامة الإنسان بالإضافة إلى أمن مخيمات اللاجئين، والذي كان هو صلب هذه الورشة، ويدخل ذلك ضمن أهم الأمور التي يحتاجون إليها أثناء تعديتهم للواجب الوطني. هذا ما أكده الخبير في الأمن العام باولو بونانو، كما أشاد بالتعاون المشترك والسخي الذي أتاح الفرصة بتدريب هذه المجموعة. وفي الكلمة الختامية التي قدمت بالإنابة لقائد الدرك الوطني زكريا إردا، حيث قال بأن مثل هذه التدريبات تدخل في إطار دعم قوة الدرك الوطني وتساعد في انعكاس تكوين وإعداد أفراد الدرك الوطني من أجل تأدية مهامهم بالصورة المطلوبة. هذا وفي نهاية المناسبة قدم كل من حاكم إقليم البحيرة وبقية المسؤولين العسكريين شهادات مشاركة